أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس. طب ليه كتبوا في العربي مجنون؟ الإنسان ده كان بيعمل أعمال جنونية، مجنون. هو أعمى وأخرس لكن في نفس الوقت مجنون، الشيطان بيخليه يعمل حركات جنان. مفيش حاجة في الكتاب المقدس إلا ويكون ليها معنى روحي. يعني إيه؟ يعني الشيطان لما بيسيطر على إنسان بيخليه مجنون، بيخليه أعمى، بيخليه كمان أخرس. يمكن بنشوف ناس كتير بتشوف، لكن للأسف كل إنسان لا يرى نور المسيح فهو أعمى. بنشوف ناس كتير بتتكلم، لكن الإنسان الذي لا يتكلم مع الله هو أخرس روحيا. بنشوف ناس كتير عاقلين وهاديين وآخر احترام، لكن عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، الإنسان الذي لا يصلي هو مجنون. هتقول لي جبتها ازاي دي؟ دي موجودة في رسالة بطرس الرسول الأولى صح الرابع، يقول وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. خلي بالكو، خليكوا عاقلين وصلوا. يبقى إذا الإنسان ما بيصليش يبقى إيه؟ مش عاقل. يعني إيه؟ مجنون. في كم مجنون في الكنيسة؟ صعبة دي. الإنسان اللي بيصليش مجنون، هو الإنجيل بيقول كده. عشان كده أحبائي خلونا بس نشوف الرجل ده اللي استولى عليه الشيطان، ضربه بالعمى الروحي، ضربه بالخرس الروحي، ما بيتكلمش مع ربنا، ما بيقولش كلام الله، وأيضا لأن ليس له صلة مع الله وشركة مع الله، لأنه لا يصلي فهو إنسان مجنون.